بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مش دعاء مكي. ان شاء الله النهارده يا ولاد هناخد مع بعض ليسون 2 من شابتر 3 ثيم 3 ديسكفر برايمري 3. تعالوا نفتكر مع بعض المره اللي فاتت اخدنا ايه. وي بيجان ريدنج ا ستوري اباوت رشاد اند هيز ايلنس. ابتدينا يا ولاد نقرا قصه عن رشاد وعن عياه، عن الالم اللي جاله في زوره. What was the two different treatment options suggested to Rashad؟ كانوا ايه يا ولاد الاقتراحين اللي كانوا قدام رشاد عشان يحاول ان هو ينفذ اقتراح منهم ويخف؟ His grandma suggested a warm drink. جدته اقترحت عليه ان هو يشرب مشروب دافي اللي هو كان الشاي. And a commercial suggested a specific medicine. وجه اعلان في التلفزيون قدامه وهو مستني مامته تجيب له ويت تاول عشان يحطها على دماغه، جه اعلان عن ميديسن. طيب today we will examine more sources of information for treating رشاد. النهارده هنفكر في حاجات تانية ممكن نعالج بيها رشاد. تعالوا نشوف. open to the page رشاد is sick chapter 3 and read the story. لو تفتكروا يا ولاد احنا قلنا ان الستوري بتاعت رشاد دي متقسمه لكذا تشابتر. احنا قريتنا في ليسون 1 تشابتر 1 و 2، والنهارده هنقرا تشابتر 3 وهو بيج 97 في كتاب المدرسه، وعندكم هنا اهو قدامكم ليسون 2 رشاد از سيك. تعالوا نقرا مع بعض. بس قبل ما تقروا معايا انا عايزه اقول لكم ان هو طالب منكم هنا تقروا لوحدكم، ريد ذا ستوري، مطلوب منكم ان انتوا تقروا قبل ما تسمعوني وانا بقرا. اتفقنا كده؟ يلا اتفضلوا روحوا اقروا وبعد كده ارجعوا اسمعوا معايا تاني عشان تفهموا الحاجات اللي ما فهمتوهاش اول مره. تعالوا نكبر الستوري سوا. الستوري بتاعتنا الشابتر 3 عندنا بعنوان كاروتس، جزر. After school ياسمين came bouncing into the room where Rashad was lying down. ياسمين كانت جاية للأوضة عمالة تتنطط وكان رشاد تعبان، كانت جاية بعد المدرسة. I know what will make you feel better. أنا عارفة يا رشاد إيه اللي هيخليك تحس إن أنت بقيت أفضل. I read a story at school about a sick bunny. ده أنا قريت قصة في المدرسة عن أرنب عيان. The bunny's mom gave it lots of yummy carrots and then the bunny felt all better. يعني الأرنب مامته اديت له جزر طعمه جميل جدا وبعدها الأرنب ده حس ان هو أحسن، بقى أفضل ومش تعبان. I will go find you lots of carrots, called Yasmin as she hurried into the kitchen. ياسمين قالت لرشاد أنا هروح أدور لك على جزر، وهي بتجري رايحة ناحية الإيه؟ ناحية المطبخ. I can help, I can be a doctor. ياسمين sang in the kitchen. ياسمين قعدت تغني في المطبخ وهي بتجيب الجزر لرشاد وبتقول إيه؟ أنا قادرة أساعد، أنا أقدر أكون دكتورة. أوكي؟ طيب. I don't want carrots, I just want to feel better. groaned رشاد. يعني ايه الكلام ده؟ رشاد وهو قرفان وزهقان من نفسه قال انا مش عايز جزر، انا عايز ابقى كويس. وايه بيقول الكلام ده وهو بيتألم. رشاد's dad came to check on رشاد. بابا رشاد جه عشان يبص عليه ويطمن عليه. You don't look so good. I think you need more than a cold towel for your fever or a warm drink for your sore. بابا رشاد بيقول له ايه؟ بيقول له انت شكلك مش كويس، اعتقد يا رشاد ان انت محتاج حاجة اقوى من ان انت تحط تاول على راسك مبلولة فوطة مبلولة عشان السخونية، او ان انت تشرب مجرد مشروب دافي عشان يضيع السور ثروت اللي هو ألم زورك. رشاد's mother joins them near the cuff. يعني ايه؟ يعني مامة رشاد انضمت للحوار معاهم وكان رشاد كمان عمالي يكح. I think we should take him to the doctor if his fever is not gone by
this evening, said his father. بابا رشاد بيقول للمامته انا شايف ان احنا نوديه للدكتور لو السخونيه بتاعته ما نزلتش او ما راحتش على اخر النهار. The doctor will know how to make رشاد feel better. الدكتور هو عارف ازاي يساعد رشاد ويديله علاج عشان يكون افضل. اوكي يبقى ده كان الايه chapter 3 بتاعنا في ستوري رشاد. طيب تعالوا بقى نروح لشيت الشرح لان شيت الشرح بيدينا معلومات كتير مفيدة عن chapter 3. يلا بينا. ياسمين thinks eating lots of carrots like in her story from school will make رشاد's sore throat go away. ياسمين كانت شايفة ان هي لو ادت لرشاد جزر زي ما كان العلاج ده جه في الستوري اللي هي قريتها في المدرسة ده هيضيع الألم بتاع زورو. صح كده يا ولاد؟ طيب The source of her information is a children's story book. مصدر المعلومة بتاعت ياسمين جابتها منين؟ جابتها من قصة أطفال. Do you think this is a fact that رشاد should listen to? Why? فكركو هل رشاد المفروض يقتنع باقتراح ياسمين اللي هي جايباه من قصة أطفال؟ قصة للأطفال يقروها ويستمتعوا بيها؟ فكركو رشاد المفروض يسمع لياسمين وينفذ الاقتراح بتاعها؟ لو انتوا شايفين انه شايفين ليه؟ واي؟ لو انتوا شايفين انه لا طبعا رشاد مش المفروض ياخد باقتراح ياسمين، طب شايفين لا ليه؟ واي؟ طيب اتفقنا كده؟ انا عارفة انتوا هتقولوا ايه؟ تعالوا نكمل. We discussed fact and opinion. الدرس اللي فات احنا عرفنا الفرق ما بين الفاكت وما بين الاوبينيون. صح كده؟ قلنا ان الموست ديليشس ديزرت افضل نوع حلوة ده بيبقى اوبينيون. اوكي؟ لكن لما نقول ان السكن مثلا او نقول ان الهارت القلب one of the organs of our body القلب ده واحد من اعضاء جسمنا تبقى دي ايه fact حقيقة. المرة اللي فاتت اتعلمنا الفرق ما بين الفاكت والopinion. صح؟ طيب think about ياسمين's suggestion again. فكروا بقى في الحل بتاع ياسمين اللي هو يا رشاد you should eat carrot like the bunny. لازم تاكل جزر زي الارنب. Is she sharing a fact? هل دي fact or an opinion ولا مجرد opinion رأي ممكن يتفق عليه أو يختلف عليه اتنين؟ Or is her idea to eat lots of carrots neither ولا رأي ياسمين بأن هو ياكل جزر كتير عشان يخف لا هو fact ولا هو opinion؟ لو هو مش فاكت وهو مش opinion ممكن يبقى ايه؟ ياسمين's suggestion is neither fact or nor opinion. رأي ياسمين ده يا ولاد بتاع الجزر ده لا هو فاكت لا هو حاجة حقيقية ولا هو opinion يختلف عليه اتنين او يتفق عليه اتنين. امال هو ايه؟ it's fiction. خدنا الكلمة دي قبل كده قلتها لكم واحنا بناخد يعني ايه non-fiction text. قلت لكم انا ساعتها يعني ايه فيكشن. اتس فيكشن. فيكشن يعني خيال. مفيش الكلام ده اصلا. مفيش حاجه اسمها كل كارت عشان وجع زورك يروح. يبقى احنا دلوقتي اخدنا حاجه ثالثه نيو تايب اوف ذا سورسز اوف انفورميشن. نوع ثالث من مصادر المعلومات. فيكشن. السورس ده فيكشن، السورس ده خيال، مفيش الكلام ده اصلا. يبقى انا عندي في حاجة اسمها fact وحاجة اسمها opinion وحاجة اسمها fiction. Fiction means the events are make believe. يعني fiction معناها ان الكلام اللي انت بتقوله ده مش موجود اصلا، مش حقيقي اصلا، ملوش وجود. Make believe يعني مش موجود اصلا. The author that wrote the children's book used imagination to decide that in a story lots of carrots would make a rabbit feel better. يعني الكاتب الاوثر الكاتب اللي كتب القصة دي
هو اللي قرر انه يعمل حاجة خيالية، يألف حاجة من خياله، ويقول ايه؟ ويقول انه الباني ده لما هياكل كارتس will feel better، هيحس ان هو بقى افضل. يبقى نفهم من كده ان الستوريز اللي الاوثرز بيكتبوها ممكن تبقى فاكشن حاجة خيالية، وممكن تبقى نون فاكشن حاجة حقيقية. النون فاكشن اللي هو الفاكت. اتفقنا كده؟ طيب يبقى احنا كده اتعلمنا لحد دلوقتي كام سورس؟ ثلاثة: opinion، fact، fiction. طيب هنا بيقول لنا اهو who can review the three categories we now have for sorting statements. مين اللي دلوقتي فيكوا يا ولاد سامعني، مين اللي يقدر يقول لي لما يسمع statement جملة معلومة يقول لي اذا كانت المعلومة دي ايه ولا ايه ولا ايه؟ مين يقدر يقول لي الثلاث انواع؟ خلاص انا قلتهم لكم مرتين فاتوا. طيب now Rashad has heard the opinion of his grandmother. دلوقتي رشاد سمع رأي جدته. فاكرين السؤال اللي سألته لكم المعلومة اللي قالتها جدة رشاد to drink hot tea or warm tea، شاي دافي، opinion ولا fact؟ في بعضكم بعت قال لي opinion، وفي بعضكم بعت اتلخبط وقال لي fact. هنا بيقول لي انه رشاد's grandmother's opinion كان opinion، مجرد رأي، ممكن ناس تتفق عليه وممكن ناس تختلف عليه ويقولوا لا ده مش هيعمل حاجة. اتفقنا؟ The facts and opinions in the commercial and الكوميرشال الإعلان اللي جه لرشاد في التلفزيون. فاكرين لما عملنا analyzing للكوميرشال ده قلنا ان في facts وقلنا انه في opinions and the factional information from his sister، وكمان المعلومات الخيالية اللي قالتها أخته. يبقى دلوقتي رشاد سمع تلات حاجات: الopinion بتاع his grandmother، الfacts والopinions اللي كانت موجودة في الcommercial، والfactional information المعلومات الخيالية اللي قالتها أخته. أوكي؟ رشاد also heard from his dad. رشاد كمان سمع من باباه. فاكرين اقتراح باباه؟ his dad thought he should go to see a doctor. بابا قال له انت لازم تروح تشوف دكتور. هسألكوا سؤال يا ولد: do you think the doctor's treatment suggestion will be a source of fact, opinion or fiction؟ يعني لو if Rashad went to the doctor and the doctor gave Rashad a treatment، ادى لرشاد علاج، ادى لرشاد suggestion اقتراح يعمله عشان يخف، التريتمنت بتاع الدكتور يا ولاد هيكون فاكت ولا opinion ولا فيكشن؟ تعالوا نشوف. The doctor's treatment suggestion would be considered a fact. علاج الدكتور، رأي الدكتور، اقتراح الدكتور لرشاد هيكون فاكت. اتفقنا؟ طيب دلوقتي دوركوا بقى، ايه هو دوركوا بعد ما عرفنا الفرق ما بين الفاكت والاوبينيون والفيكشن؟ we will take some time to practice the difference. هناخد دلوقتي وقت مع بعض عشان نفرق ما بينهم. turn to the page fact fiction opinion. يلا بينا على البيج اللي بعد كده اهي قدامنا. fact fiction opinion هي page 99 في كتاب المدرسة. يلا نكبر البيج ونقرا سوا. أول statement هنا يا ولاد بيقول لي إيه؟ exercising is a healthy habit. exercising التمرين، إن أنا أتمرن وجسمي أعمل له دايما تمرينات، دي عادة صحية. يا ترى دي fact، fiction ولا opinion؟ هل هي حقيقة صعب يختلف عليها اتنين؟ ولا فيكشن حاجة خيالية؟ ولا opinion مجرد رأي؟ ممكن حد يقول الاكسرسايز ده healthy habit، وممكن حد تاني يقول لا الاكسرسايز not a healthy habit. ها هنكتب هنا ايه؟ نشوف اللي بعده. eating healthy food is the best thing you can do for your body. افضل حاجة ممكن تعملها لجسمك انك تاكل اكل صحي. يا ترى دي فاكت
هل دي حقيقة؟ هل دي أكتر حاجة فعلا ممكن نعملها لجسمنا عشان يبقى جسمنا كويس؟ هل نقدر نقول دي فاكت ما يختلفش عليها اتنين؟ هل دي فاكشن حاجة خيالية مفيش الكلام ده أصلا؟ ولا ده أوبينيون رأي ممكن حد يجي تاني يقول لا في حاجة تانية هي البيست ثينج يو كان دو فور يور بادي، لا مش الايتنج هيلثي فود. هل هو ده اوبينيون؟ طيب نمبر 3، جامبينج روب از ذا موست فان واي تو اكسرسايز. نط الحبل هو من امتع الحاجات، اكتر حاجه ممتعه عشان تتمرن، عشان تتمرن اكتر حاجه ممتعه مفيش غيرها ممتع او مفيش ممتع زيها جامد قوي كده هو نط الحبل. يا ترى ده فاكت؟ يا ترى ده فاكشن؟ يا ترى ده اوبينيون؟ اللي بعده، eating sugary cookies. eating sugary cookies will make me as strong as a superhero. اوه، ان انا اكل بيسكتس وسويتس مسكرة دي هتخليني قوي وهتخليني سوبر هيرو. يلا يا اللي تابعته معايا الترم الاول وشفته شابتر 2 وشفته شابتر 3 سوري، وشفته ازاي نبقى هيلثي، هنقول على دي فاكت ولا فاكشن ولا اوبينيون؟ طيب، getting enough sleep is important to my health. ان انا انام كويس، انام عدد ساعات كافي 7-8 ساعات، دي حاجة مهمة لصحتي. هل دي فاكت؟ هل ده فاكشن؟ هل ده اوبينيون؟ هيا يا ولاد. اللي بعده، skin protects our body. الستار اللي تابعوا معايا the organs of the body، اخدنا ايه عن السكن؟ هل دي فاكت؟ هل دي فيكشن؟ هل ده اوبينيون؟ طيب، taking brain breaks a fun way to help me focus. لما بروح اخد brain break دي طريقة ممتعة بتساعدني ان انا اركز. يا ترى دي فاكت؟ يا ترى دي فيكشن؟ يا ترى ده اوبينيون ممكن يختلف عليه ناس ويتفقوا عليه؟ اتفقنا كده؟ يبقى كده خلصنا تاني بيج في الدرس. هتعملوا ايه دلوقتي؟ هتروحوا تحلوا وبعد كده ترجعوا تشوفوا معايا الحلول اللي انا حلتها. اتفقنا؟ يلا اتفضلوا، يلا بينا. اول statement، exercising is a healthy habit. دي فاكت يا ولاد، دي حقيقة ما يختلفش عليها اتنين، ما ينفعش حد يقول لي الاوبينيون لا الاكسرسايزنج نوت ا هيلثي هابت. اتفقنا؟ ولا فيكشن. اللي بعده، ايتينج هيلثي فود از ذا بيست ثينج يو كان دو فور يور بادي. ده مجرد اوبينيون، ممكن حد تاني يقول لي اكسرسايزنج از ذا بيست ثينج يو كان دو فور يور بادي، عادي جدا. طيب، فده اوبينيون. جامبنج روب از ذا موست فاني واي تو اكسرسايز، برضه ده اوبينيون. ليه؟ ممكن حد يبقى عنده فاني واي تو اكسرسايز بطريقه ثانيه، رانينج، ووكينج، اي حاجه. تمام، eating sugary cookies will make me as strong as a superhero. طبعا فيكشن، فيش الكلام ده. getting enough sleep is important to my health. طبعا دي حاجه مهمه لصحتنا، يبقى دي fact. skin protects our body. طبعا دي معلومه اخدناها ومتاكدين منها، يبقى دي fact. taking brain breaks is a fun way to help me focus. تمام ماشي، البرين بريك طريقة ممتعة، بس ده مجرد ممكن يكون يور اوبينيون، مش الاوبينيون بتاعي انا. انا الاوبينيون بتاعي حاجة تانية خالص. البرين بريك بتاعي ان انا مثلا اخد هيلثي سناك، اروح اخد هيلثي سناك كده وريلاكس. البرين بريك بتاعي ممكن او البريك بتاعي ان انا ممكن اروح اقفل عيني وارتاح شوية من الدوشة بتاعت اللابتوب وانا بذاكر، او الدوشه بتاعه السيشن اللي بسمعها وارتاح، عادي مجرد اوبينيون. اتفقنا كده؟ طيب، خلينا فاكت فيكشن اوبينيون مع بعض. يلا نشوف بعد كده،
اللي بعد كده يا ولاد بيقول ايه؟ We will each write three statements about our own health or healthy habits. Open your student book to page 100. يلا نفتح page 100 ونشوف مع بعض. بصوا يا ولاد، عايزنا نكتب تلات جمل، جملة عند fact، جملة عند fiction، جملة عند opinion. التلات جمل about your health، عن صحتك، بس الجملة الأولى هتبقى fact، حقيقية جدا. الجملة التانية هتبقى fiction، خيالية، غلط، مفيش الكلام ده. الجملة التالتة هتبقى opinion. يعني ايه opinion؟ يعني ممكن انت بتقول حاجة عن your health، عن صحتك، صاحبك مش موافقك عليها، شايف انه هو ليه رأي تاني مختلف. هي صح وكل حاجة، الاوبينيون بتاعك صح، ما نقدرش نقول عليه فيكشن، بس هو اوبينيون. اوكي، طيب هتتفضلوا تكتبوا 3 sentences وترجعوا تشوفوا انا عملت ايه. او لو انتوا مش فاهمين قوي، او لو انتوا مش عارفين تكتبوا ايه، تعالوا معايا شوفوا ال 3 sentences اللي موجودين في شيت الحل، وروحوا اعملوا حاجة شبيهة بعد ما تكونوا فهمتوا هنعمل ايه بالظبط. اتفقنا؟ خدوا انتوا قراركم وشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. يلا بينا. بصوا يا ولاد، الستيتمنت الاولى في الفاكت كتبت هنا ايه؟ I eat vegetables every night at dinner. انا كل يوم باكل خضار بالليل وقت العشاء. فدي فاكت، حاجة حقيقية انا بعملها. محدش يقدر يقول لي ان ده فيكشن، غلط مش حقيقي. محدش يقدر يقول لي ده اوبينيون، انا بتكلم عن نفسي، حاجه حقيقيه انا بعملها. اتفقنا؟ طيب السنتنس بتاعتي about my own health، عن صحتي. اوكي، حاجه مفيده بعملها لصحتي، باكل خضار. الفيكشن، if I only eat vegetables I will never get sick. لو انا كلت خضار بس ما كلتش اي نوع من الاكل تاني، اي كاتيجوري من الاكل تاني، انا عمري ما هعيط. هل الكلام ده صح؟ الكلام ده طبعا غلط، يبقى ده ايه؟ فيكشن. اللي بعده opinion، the best vegetable to eat is zucchini. يعني افضل نوع خضار يتاكله هو الكوسة. افضل نوع خضار عشان تاكله انت هو الكوسة. طيب هل دي حاجة فاكت ولا مجرد opinion يختلف عليه حد او يتفق عليه حد؟ طبعا opinion، هو ده المطلوب. اتفقنا؟ يبقى انتوا دلوقتي هتعملوا ايه؟ لو ما كنتوش كتبتوا السنتنسز بتاعتكم هتتفضلوا تروحوا تكتبوهم. لو انتوا كتبتوهم قارنوا بقى وشوفوا انتوا كده شغلكوا صح ومشيتوا صح ولا عملتوا ايه. اوكي، يلا نشوف الجزء اللي بعد كده. اخر جزء يا ولاد في الدرس بتاعنا، تعالوا نقرا في شيت الشرح الجزء ده ونروح على اخر بيج. اخر جزء بيقول لنا ايه؟ Understanding the difference will help us as we determine if a source of information is believable or reliable. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما نفهم الاختلاف ما بين كل statement وبعضها، ده هيساعدنا بان احنا نعرف اذا كان المعلومة دي او الستيتمنت دي اللي قريناها نصدقها ولا لا، حقيقية ولا لا، نعتمد عليها ولا لا، ولا نعمل لها ignore تماما. يعني لما فهمنا ان suggestion of Rashad's sister is fiction، هل هنعتمد عليه؟ هل ممكن نحاول نطبقه في يوم من الأيام لو احنا عندنا sore throat؟ لا. يبقى understanding the difference will help us to determine، نحدد، نتأكد، نفهم ال source of information ده يعتمد عليه ولا لا، reliable or not، believable or not، خلاص موثوق فيه ولا لا. يعني ايه reliable بقى؟ بيقولها لنا في كتاب دليل المعلم، means that the information is accurate، معناها ان المعلومات دي صحيحة. reliable معناها ان المعلومات دي صحيحة. and we can count on the information to be true، ونقدر نعتمد على المعلومات دي و
ونقول إنها حقيقية. طيب let's analyze the sources of information that Rashad is receiving and then we will determine which source would be the most reliable. يعني إيه؟ هنروح للبيج اللي بعد كده اللي هي page treatment options وهنشوف إذا كانت كل السجستشنز اللي جت لرشاد في شابتر 1 و 2 و 3 في الستوري بتاعته كانت فيكشن ولا اوبينيون ولا فاكت، ونشوف مين فيهم اللي يقدر رشاد يعتمد عليها which is the most reliable، مين الحقيقية اللي يقدر يعتمد عليها. دلوقتي هتفتحوا page 101، اول حاجة source for information، مصدر المعلومة، مين اللي ادى الرشاد السجستشن، مين اللي ادى الرشاد الاقتراح. هتكتبوا الاسم هنا فور اكزامبل، اديكوا اول واحده احلها لكم. هادي هاجي هنا هكتب رشاد جراند ماذر، خلاص جده رشاد. التريتمنت اقترحت قالت ايه؟ وورم تي، شاي دافي. طيب هاجي هنا هكتب اقتراح جده رشاد، كان فاكت ولا فيكشن ولا اوبينيون؟ احنا قلنا من شويه ان هو كان اوبينيون، يبقى انا كده خلصت اول suggestion. هنكمل بقى باقي السورس اوف انفورميشن، مين كان اللي بيقترح على رشاد، التريتمنت اللي كان بيقترحه كان ايه، هل ده كان فاكت ولا فيكشن ولا اوبينيون. طيب اخر جزء في الدرس وفي البيج بتاعتنا اللي هو ده complete the sentence، هتكملوا الجمله اللي تحت دي to answer the question، عشان تجاوبوا على السؤال ده. ايه السؤال؟ which treatment do you think رشاد should choose، أنهي تريتمنت من التريتمنتس اللي انتوا هتكتبوها هنا رشاد المفروض يختاره؟ هتجاوبوا هنا I think، أنا رأيي رشاد should، I think رشاد should، رشاد المفروض يختار أنهي تريتمنت، وتكتبوا هنا because. طب ليه؟ ايه السبب؟ ايه ال choice اللي رشاد الاختيار رشاد المفروض يختاره ال most reliable، اللي هو اكتر واحد حقيقي يقدر رشاد يعتمد عليه؟ قولولي يا ولاد. اوكي هيبقى ايه هو اكتر اختيار يقدر رشاد يعتمد عليه؟ تمام. طيب اللي بعد كده ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض انه انتوا هتروحوا تحلوا البيج دي، وبعد كده هترجعوا عشان تشوفوا انا عملت ايه. اتفقنا؟ يلا بينا. بص يا ولاد دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا مليت كل الداتا بتاعتي. source for information the mother of Rajad's grandmother، لا المفروض ال source of information، sorry دي كتبتها غلط، Rashad's grandmother. يعني ايه Rashad's grandmother؟ يعني جدة رشاد، او ممكن اقول the mother of Rashad's mother، يعني مامة جدة رشاد، مامة رشاد، ممكن كده أو كده. أوكي the mother of Rashad's mother، أو على طول Rashad's grandmother جدته. طيب التريتمنت sip on tea، خلاص قلنا تيشرب شاي، قلنا إن هو هنا إيه opinion، مجرد رأي. طيب Rashad's mother بقى، مامة رشاد اقترحت قالت إيه؟ a cold towel for the head، فوطة مبلولة تكون ساعة. طيب مامة رشاد كان السجستشن بتاعها اقتراحها ده opinion، مجرد رأي، ممكن حد يختلف معاها فيه. طيب ايه اللي بعد كده؟ a commercial on the TV، اعلان جه في التلفزيون. الكوميرشال ده التريتمنت اللي قاله كان ايه؟ medicine، علاج. طيب الكوميرشال ده لما عملنا له analyzing كان فيه facts وكان فيه opinion. الاوبينيون لما قال اتس ذا ايه ذا بيست ميديسن، افضل علاج، لا مش شرط، ممكن حد تاني يقول في علاج افضل، لكن الفاكت ان هو قال انه يو ويل فايند ات ان ذا فارماسي، هتلاقيه في الصيدليه، يبقى الميديسن ده كان فيه اوبينيون وكان فيه فاكت. طيب ايه كمان؟ الستوري، القصه، او السورس فور انفورميشن، ممكن نقول رشاد سيستر، اخت رشاد. اوكي طيب التريتمنت، العلاج اللي اقترحته ايه؟ الكاروتس، الجزر، وقلنا ان ده فاكشن. اخر حاجه كان رشاد فاذر،
بابا رشاد هو مصدر المعلومات، والتريتمنت كان ذا دكتورز سجستشن، العلاج اللي رشاد هياخده هو اقتراح الدكتور او ذا دكتورز ميديسن، علاج الدكتور. اوكي، يبقى ده التريتمنت، العلاج اللي رشاد هياخده. طيب وده كان فاكت، اتفقنا كده. اخر حاجه، which treatment do you think Rashad should choose? I think Rashad should go to the doctor. المفروض يروح للدكتور، اللي هو انهي تريتمنت، اللي هو الاقتراح اللي اقترحه باباه. ليه؟ because it's the most reliable solution، عشان ده اكتر حل حقيقي واقعي، اكتر حل trusted، اكتر حل موثوق فيه. اتفقنا كده؟ بكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الثاني من الشابتر الثالث، وعرفنا النهارده السورسز اوف انفورميشن، ثلاث حاجات اخذناهم: فاكت، اوبينيون، فاكشن. اتفقنا كده؟ اشوفكم على خير باذن الله في الدرس الثالث. هتوحشوني جدا يا ولاد. باي باي.